في الصلاة تقول الله أكبر، وجوا في أكبر جاء تاني، في عقيدة في شيخ المكاشفي بيكشف في القلب، كذب كذب. والكباشي بدي الجنة، زول ملخبط في العقيدة. إيمان في الله إيمان ما صحيح. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تقول لا الله كم؟ يقول لك واحد في الشدائد ينادي غير الله. الله كم؟ واحد. يعتر يا فلان الحقنا يا الحسن من المحن ويا ود بدر من الفقر ويا الفيل هيلفون الأسرع من التلفون ويا أبو العباس من عيون الناس ويا أبو قرون من العيون ويا الفركة ويا المرين ويا فلان ويا فلان. إيمان بالله إيمان فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. وغير اللي بيقول لك عندنا آلهة ذاته، وناس تانين يقول لا إله إلا الله ومعلق الحجبات، يقول لك دي من العين، ومعلقين في الطفل الكمون، وهذا من الشرك بالله تعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. غير النساوين، الواحد في الصلاة تقول الله أكبر، وجوا في أكبر جاء تاني، في عقيدة في شيخ المكاشفي بيكشف في القلب، كذب كذب. والكباشي بدي الجنة، كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. يعتقدوا الشيخ بدي الجنة، والله يقول في القرآن أفرأيتم ما تمنون، في القرآن ده واضح كيف، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الجنة ده اللي بيخلقه من الله سبحانه وتعالى، ده غير اللي بيحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وحات جناي وحات أبوي وحات فلان وحات وحات وحات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حسن الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال كفر. وده غير العقائد الثانية الكثيرة، الراح منه ذهب والراح منه قروش و إلى آخره، نمشي لفلان يشوف لنا الرايحة وين. والله في القرآن يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالزول إذا دار ينجو من عذاب الله يوحد الله، شدائد ما ينادي شيوخ، شيوخ ماتوا يا أخي. الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، زول مات معناه ضعيف، ملك الموت أقوى منه، قبض روحه ضعيف، كيف ننادي من دون الله سبحانه وتعالى؟ ننادي القوي الرحمن الرحيم. عندك مشكلة قوم بالليل أسأل الله، يتضرع عليه سبحه استغفر أرجع عليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أفسد الذي بينه وبين الله، ولا يحض على طعام المسكين أفسد الذي بينه وبين الخلق، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب مشفق أو شفيع، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام
إلا من غسلين، يأكل الغسلين ويأكل الضريع ويأكل الزقوم ويأكل طعاما ذا غصة، يأكل الصديد والدم الذي يخرج من الأجساد. السبب أنه أشرك بالله وأنه أفسد الذي بينه وبين الخلق. إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، قال السعدي: الذين أخطأوا طريق الاستقامة وانحرفوا